صباح النور عليكم حبابي حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تصبحوا وتربحوا ولا تمسيو وتربحوا بالخير والرزق وتيسير وكل ما تمنيتو في خاطركم. الامور هي هذيك 100 100، الحمد لله والشكر لله. بزاف ديال الاخوات تيقولوا لي علاش تقولي حبابي وانت قناه نسائيه؟ بارك عليك ها حباباتك. علاش حتى الرجال راه كيدخلوا دابا؟ ما بقاتش قناه نسائيه وقناه رجاليه ولا كلشي يعني بحال كاينين الرجال اللي كيدخلوا القنوات وكيقلبوا على وصفات لعيالاتهم. كتكون الزوجه ديالو مريضه او لا تكون الزوجه ديالو مشغوله ما عندهاش الوقت باش تدخل تقلب. شحال من راجل كيلقى تعليق الرجال انا الزوجه ديالي عندها مشكل، انا الزوجه ديالي يعني تيدخلوا. دابا ولا كلشي بحال الراجل مثلا الزوج منين كيدي البنت ديالو عندها 18 او 17 سنه وعندها اضطرابات في الدوره او اضطرابات في الهرمونات، او ملي كيمشي مع الزوجه ديالو عند طبيبه نسائيه وكيدخل معها وكيسمع الطبيبه اشنو كتقول، يعني راه عادي ماشي مشكل. لا حياء في الدين، هذا راه يعني الناس كتعاني مرض يعني، وهادو غير وصفات طبيعيه. الا دخلوا الرجال حتى هما باش يشوفوا على ود عيالاتهم ولا ود خواتاتهم او على ود بنياتهم ماشي عيب. يعني ما عنديش ديك الفكره ديال قناه رجاليه ولا قناه نسائيه. دابا تبارك الله راه الرجال كيدخلوا لجميع القنوات، القنوات ديال الفال ديال الكارطة، القنوات ديال الابطال العين والحسد، القنوات يعني كلشي تيشوف ديال الروحانيات. يعني كتلقى تعاليق الرجال داخلين في اي قناه، يعني ماشي عيب. مهم الوصفه ديال اليوم حباباتي صراحه كنت متردده نديرها، متردده علاش والله ما عرفتش منين نبدا هذا الفيديو، ولكن كنلقى بزاف ديال التعاليق ان عندها الجنين يعني متوقف ليه النبض ديالو. يعني انا كنقول هادشي وعلى تقليدي كتقول لي هكا بالحرف، هي يعني كل واحد تيبقى على حساب ضميره وعلى حساب هو أنيته. انا كنحيد التقليد على راسي وكنحيد يعني لا دنبالي. انايا كتقول لي عندي الجنين متوقف ليه النبض ديالو، هادي عنده شهر اولا عنده مثلا 18 اسابيع اولا عنده شهرين، ومشيت لعند الطبيب وعطاني حبوب ولكن ما نزلتش داك الجنين الخاسر. كنلقى بعض الاخوات كيخليو ليا تعليق انهم عندهم اضطرابات في الهرمونات، ان عندها كيس، ان عندها مشاكل في الدوره الشهريه وجربت الوصفات وما كتنزل ليهاش الدوره الشهريه. فصراحه تيبقاو فيا انا النساء او البنات اللي كيكونوا باقين يعني صغارات 18 عام 19 عام، او السيده اللي كتكون والده وباغا تزيد يعني اولاد اخرين، او السيده اللي مسكينه كيتوفى ليها الجنين في البطن ديالها وكتبقى مريضه يعني صحيا ونفسيا. فقررت نحط هاد الوصفه اللي هي يعني مجربه وفعاله. هاد الوصفه كنت عارفاها من زمان، من ايام من كنت في المغرب. فعلا وصفه فعاله وما عندها حتى شي اضرار وما عندها حتى شي يعني اعراض جانبيه. غير هو واحد الحاجه، انا سمحوا لي متلخبطه في الكلام، انا كنقول لكم انا محيده التقليد عليا وانا لا دنبالي. انا كنصح العيالات اولا يعني اللي حاملات والجنين حي والنبض ديالو يعني كيضرب، ما ديروش هاد الوصفه، ما ديروش هاد الوصفه، لان راه الجنين راه كيتزاد برزقه. يعني احنا كنعرفوا ان يعني حرام دينيا ان الانسان يحيد واحد الروح، خاصه الا كان وصل شهرين راه كتكون صافي تزرعات فيه الروح وتيكون تقريبا بداو الاعضاء ديالو تيبانو. مازال الا كان ديك الاسبوع الاول او 15 يوم الاولى تيكون باقي ما تزرعاتش فيه الروح. مادام كيوصل شهرين وتزرعات فيه الروح فكنصح وانا بريئه من شي وحده تستعمل هاد الوصفه وهي عندها حمل، يعني تاكد انها ما حاملاش وتاكد ان عندها الجنين موقف ليه النبض ديالو. يعني حيت الجنين تيبقى بامر الله، الله منين ما كي داك الطفل ماشي ولد الدنيا راه تيتوفى في البطن ديال امه،
يعني هو عنده شهر كيتوقف ليه النبض ديالو، اولا يعني ما كيكونش مكتاب لديك السيده الحمل ان الله ما كيعطيهاش كاع، ما كترزقش بالذريه الصالحه. هو الذريه راه نعمه كبيره من عند الله، ما يحس بها الا اللي فقدها وباغيها. فانا كنصح بالنسبه اللي مزوجه ومثلا عندها الاطفال كتار، اولا عندها مشكل وقعت في غلط وعاود حبلات، تخليه ورزقه على الله، يعني رزقه غادي يجي، مع عرفات ربي يبدل عليها الحال. وبداك الطفل اللي هي كانت ما باغاش، ربي الرزق على يدك الطفل، يعني اللي هي ما باغاش وبغات تحيدو فتحيدو. واحد القضيه غادي نقولها لكم، ان ابن ديال الحلال راه الا ما كانش ولد الدنيا راه تهزي غير طبله بحال هكا يضيع يسقط الجنين بوحده بلا ما تشربي حتى حاجه، لانه ماشي ولد الدنيا. ولا كان يعني وحده ما مزوجاش وقعت في غلط، راه واخا ما نعرف تشرب شحال من اعشاب وصعيب باش يتحيد. الا ما بغاش الله ان داك الجنين ينزل راه ما غاديش ينزل. المهم انا هادشي تنقول لكم حباباتي باش نحيد التقليد على رقبتي، لان هاد الوصفه راه تتسقط الجنين اللي النبض ديالو متوقف. بالنسبه للسيده اللي كانت حامله ودارتها ووقع لها يعني اجهاض، انا كنقولها لكم بريئه ومحيده التقليد على رقبتي، لانني كنصح ونعاود ونقولها بانها الجنين اللي متوقف ليه النبض ديالو، وبالنسبه اللي متاخره عليها وباغات تنزل الدوره الشهريه، يعني هذه الوصفه غتنزل الدوره الشهريه وغتنزل الجنين اللي متوقف ليه النبض ديالو. ندوزو على بركه الله الوصفه. الوصفه هي احباباتي غادي تجيبوا قرعه قاروره ديال لتر ديال مشروب غازي 7 اب اولا سبرايت، راه يعني هاد 7 اب قاروره زجاجيه خضراء راه معروفه ومكتوبه فيها رقم 7 واب، يعني راه معروفه مشروب غازي 7 اب. اللي ما متوفراش في البلاد ديالو 7 اب يدير سبرايت، مشروب غازي سبرايت، يعني هادو راه متوفرين كنظن في جميع الدول. غتجيبوا هذوك الليتر ديال المشروب الغازي سبرايت اولا 7 اب، وغادي ديروه في شي كاسرول اولا اناء، وغتخليوه يغلى مده 10 دقائق، يعني يغلى باش ينقص لي داك الغاز ديالو، يغلى مده 10 دقائق. من بعد غطفيو عليه البوطه وغادي تزيدوا عليه 3 ملاعق عامره ديال القرفه اولا الدارسين. كنتمنى تكون يعني الوصفه راه ساهله مهله. وغادي تغطيوه غتخليوه دافي، يعني غتشربوه دافي، غتشربوا كاس واحد في اليوم حباباتي، كاس واحد ما تفوتوش، كاس واحد في اليوم. من الاحسن يكون على معده خاليه، يعني على الريق. بالنسبه اللي ما يقدش يشربوا على معده خاليه يفطر الفطور ديالو الصباح ويتسنى واحد الساعه وعاد يشرب داك كاس واحد فقط، والنهار الثاني كاس واحد، والنهار الثالث كاس واحد. يعني داك الليتر اللي غادي تغليوه وديروا فيه القرفه غادي تغطيوه وتخليوه تشربوا منه 3 كؤوس، كاس يوميا مده 3 ايام. بالنسبه اللي بغات تنزل ليها الدوره الشهريه غادي تنزل من اول كاس باذن الله، يعني غتقدر تنزليها من اول كاس. بالنسبه اللي عندها الجنين وموقف ليه النبض ديالو غتنزل ليه، غينزل الجنين في اليوم الرابع، يعني تكمل 3 ايام، اليوم الرابع او اليوم الثالث بالليل غادي ينزل الجنين باذن الله اللي موقف ليه النبض ديالو. تنعاود وتنزيد نكرر. وبالنسبه اللي عندها الدوره الشهريه حتى هي راه غادي ينزل ليها من اليوم الاول، اولا حتى هي لما هبطاتش في اليوم الاول ديرها مده 3 ايام فقط. هذه الوصفه حباباتي ما تفوتوش فيها كاس في اليوم وما تفوتوش فيها 3 ايام. ونصيحه اللي غادي نعطيكم انكم منين تشربوا هذاك الكاس ديال داك المشروب ما تبقاوش تدورو في البرد، تغطاو، يعني ملي تشربوا الكاس غتمشيو وتغطاو وتسخنوا، يعني الجسم ديالكم خصو يسخن.
كنتمنى تكون وصلتكم المعلومه، وكنتمنى هاد الوصفه ديروها للضروره، ويعني وديروها يعني الحاجه ديال الخير للجنين اللي متوقف ليه النبض ديالو، والسيده اللي ما تنزلش عليها الدوره الشهريه. مهم حبابي حباباتي، سمحوا لي كنطول عليكم، ولكن راه ما عندي ما ندير. دمتم في رعايه الله وحفظه، راكم ديما في القلب، احبكم في الله. الفيديو اخر ان شاء الله، وباي باي عليكم.